بسم الله الرحمن الرحيم. وإليك بيانهما مفصلا. أولا الحروف المرققة. أي الحروف المرققة يا أستاذة تعرفها؟ الحروف المرققة دائما حروف الاستفالة، هي حروف الاستفالة فضلت الشيخ أماظة الدكتورة فضلت الشيخ حبيبتنا، حروف الاستفالة. يبقى الحروف المرققة دائما هي حروف الاستفالة كلها، ويستثنى منها ثلاثة حروف، وهي اللام في لفظ الجلالة، اللام في لفظ الجلالة، والألف اللينة، والراء في بعض أحوالها. وهذا نموذج من الأمثلة. وأرسل الكافرون ما تعبدون إن عنك يسرا خوف. قال ابن الجزري فرقكن مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فكهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله لنا. بارك الله فضيلة الشيخ جزي على المنصور زين حبيبته ونور عينيها ماما، والدكتور عبد الموجود سيد أحمد عطية جعله في الفردوس الأعلى، وماما والدكتور كمال والصحة المستقيمة. بارك الله في جميع المسلمين وكل من دخل على قناة ماما وبابا وعلم الحياة. بارك الله فيكم أخواتي المسلمين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.